الشهداء اللي طلعنا من خلف الموت صرخنا بوجه العالم بأعلى صوت بلالن بلالن الله ولبنان تسلم أجياله بعد القضية دقات قلوب الأبطال صارت غنية أجيال تسلم أجياله بعد القضية دقات قلوب الأبطال صارت غنية تبناها بدموع أولاد صار خاطف وش الجلاد زرعنا بلادي استشهاد حصدنا بالحقيقة صار بدها هالاحتفال. هلأ صحيح لا نعسوا ولا بينعسوا ولا رح ينعسوا الحراس، بس بحق لهم باستراحة محارب من بعد معركة لبل معارك مثل يلي صاروا. بحق لكل واحد من الموجودين هون من رفقاتنا بكافة المناطق المكاتب الأجهزة بحق لهم باستراحة محارب نحن عم نخذها عنهم اليوم. هالانتصار مثل ما شفتوا بأول الاحتفال، أنا مبسوط بشغلة إنه بعد شهدائنا مطرح ما هن بيكونوا كتير مبسوطين هلا، لأنه بيكونوا شافوا إنه ولا نقطة من دم حدا منهم راحت نزعان، وإنه هلا عم تترجم مسترجم الدفاع عن الأرض، بس هلا عم تترجم ببناء دولة فعلية عملية، ببناء دولة قوية فعلية. يعني كل الأهداف يلي حكينا نحن وياهم فيها ومن أجل ماتوا شايفين عم تتحقق هدف ورا هدف ورا هدف، شايفين المسيرة بالرغم من كل المعوقات اللي قدامها عم تمشي وتكفي لقدام ولقدام ولقدام. نحن اليوم عم نحتفل بهالانتصار، عم نحتفل بهالانتصار لأنه بحق لنا باستراحة محارب، بس كمان بزيت الوقت بقى نعرف انه ابتداء من بكره كلنا سوا علينا مسؤوليات كتير كبيره. ليش؟ لانه عندنا دور كتير كبير بدنا نلعبه بالبلد. اوضاع بالبلد مثل ما هي ما بتسوى، المنطقه متفجره بشكل عام، هون غابت نواطير ومصر عن ساعليبها، من جهه تانية فائت ساعالب هيك الصفقات، هي فائقه كتير مش نامت نواطير مصر، هيدي فئة وعم تتحرك بكل إدارات الدولة تتشوف من مطرح فيها تطلع على شوية مصاري، وما بين هودي وهوديكي الشعب عم بيعن وعم بيئن. وضعنا المالي على مستوى الدولة ككل شايفين كيف هو، ووضعنا الاقتصادي استطرادا شايفين كيف هو. أنا اليوم بهالمناسبة بوعد كل اللبنانيين إنه ما رح نبخل ولا بأي جهد من خلال تكتلنا النيابي جديد، واستطرادا من خلال تكتلنا كتلتنا الوزارية جديدة، وإذا ما حبوا من خلال معارضتنا الفظيعة راح تكون. أنا بوعد كل اللبنانيين إنه ما راح نبخل بأي جهد تنوصل نحقق كل شيء بيحلموه وبيتمنوا فيه. يمكن نقدر نحقق خطوة، يمكن 10، يمكن 5 تبعا لظروف وتطورات، بس على أكيد راح نحط كل جهدنا تنحقق كل شيء لازم يتحقق. ومثل ما عطول عرفتونا قوات بالفعل،
مش قوة بالحكي بس، نحكي ومنفعل، ومرة من جديد هالمرة حكينا فعلنا بالانتخابات ورح نفعل بمجلس النواب بالحكومة إذا الله راد. الله يخليكم بهالهمة، يعطيكم العافية جميعا، مسيرة مستمرة نحن مستمرين فيها. عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان. الكبير سعيد عقل بيقول هالكم أرزي الشغلة هالكون، ونحن منقول بثمان نواب وثلاث وزراء نضاف شغلتوا لبنان كله لما خربطتوا كل حساباتهم وصفقاتهم وسمسراتهم ومخططاتهم. كيف إذا ب16 نايب وما بعرف بكرة كم وزير رح تخلقوا عندهم حالة رعب، وإن شاء الله التسونامي الأكبر بيكون بعد 4 سنين. بالمختصر وبكل بساطة وبكل فخر، سمير جعجع شعبك بحبك. بدنا ندعي النواب لعنا على المسرح تكتل القوات اللبنانية جديد ستريدة طوق جعجع. لبنان جورج عدوان، جورج عايز، والشمس رح تطلع، ادي ابي اللمع، زين سما بيروت، لبنان رح يرجع، عماد وكيم، والشمس رح تطلع، زين سما بيروت، لبنان رح يرجع، والحق شوقي الدكش مش ناسيك، بيركعك للقي وهبي عطيشة، فادي سعد، جنرال عطيشة أهلا وسهلا، يربو عاصي، من هون ما من ابن العيل الياس صار، حصرم بعين جوزيف اسحاق، هالأرض أنطوان حبشي، جان دولوزيان، نزار المعلوف، وزياد حواق، كتوا للقوات اللبنانية ثوب الخطر كلها مشينا، ثوب الحق انت الحق يا لبنان، لكل الوطن ما بدنا عن مطرحنا تشهد لنا الساحات، وقت السلم ايد اللي بتعمر نحنا، وقت الخطر قوات نحن القوات اللي فيه.
ألف مبروك لتكتل لوات لبنانية، ألف مبروك للبنان، ألف مبروك لكل لوات لبنانية. باسم الإنسانية باسم القضية عم نتحدى الموت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع.